بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. هو موضوع ومش موضوع، يعني هو موضوع بس هنعمله مناقشه، يعني هو موضوع يعني ايه يعني لذيذ كده وشيق، وهنقول فيه حاجات كتير وهتطلع فيه حاجات كتير من جوه كده، وعايزين نبقى صراحه مع بعض، وعايزين نبقى ايه يعني براكتيكال في نفس الوقت. لما يجي اتنين كده احنا في البيت في مشاكل، اي في كل بيت في مشاكل، في بلاش مشاكل، في arguments مش كده، كلنا متفقين هنتفق على حاجات وبعد كده نختلف في حاجات ان شاء الله يعني. اوكي، فاحنا متفقين ان في كل بيت في arguments right، في كل بيت في حد بيعمل غلط، وفي حد بيبقى غلطان في حق التاني، وفي حد طرف تاني مغلوط في حقه مش كده. وبعد كده المفروض اللي يحصل طبيعي يعني ان في ناس بتعتذر، صح؟ ده طبيعي، ده المفروض. انا هنا هنبتدي نختلف بقى، شفتوا؟ هنبتدي نختلف كده. ايه اكتر حاجة بقى بتقف في طريق الاعتذار؟ ليه مش بنعتذر؟ الكبرياء، ده رقم واحد، ده رقم واحد واثنين وثلاثة وخمسة يعني. الايجو، طب ايه الايجو؟ انت بتقف ليه في الاعتذار؟ ليه الايجو بتبقى on the way of apologizing؟ كرامتي. طيب الغلط ايه في كلمة كرامة دي؟ انا بقى عايز اخش very deep يعني في حكاية الكرامة دي. شمعنى الراجل؟ طيب شمعنى الراجل؟ ده انت قلت الراجل. طب تعالى هنا واتكلم. طيب صح، هي الـ عشان كده دايما بنقول بين الراجل والست مفيش حاجة اسمها الكرامة. واحنا بس احنا عايزين يعني نخش ديبر شوية في الحتة دي. ايجو يعني كرامة، وكرامة يعني انا ما ينفعش ان انا اتنازل واقول I am sorry. واخدين بالنا؟ ايه الغلط في دي؟ يعني انا عايز اخش يعني في عمق بتاع ايه الغلط في دي؟ ليه دي غلط؟ اتفضل. برافو عليك. ها الربط، يبقى الغلط اصلا من فين؟ في مفهوم الجواز بقى. هو بالظبط كده بقى في حكايه الايجو بالظبط كده. انت كده جبت الاخر يعني اللي انا كنت عايز اقوله. يعني هو كلمه ايجو يا جماعه معناها ان انا مش فاهم الجواز صح، او الجواز المسيحي. انا مش فاهم كلمه الجواز المسيحي صح، لان انا لو انا اخدت بالي من صلوات الاكليل واخدت بالي من تعاليم الكنيسه، الزواج المسيحي ليه بنسميه سر؟ يعني هي كلمه سر يعني ساكرمنت، ان في حاجه انفيزيبل انا مش شايفها بتحصل مع وجود الروح القدس والكاهن وكل الماتيريالز اللي بنستخدمها. يعني في التناول الماتيريال اللي انا بستخدمها قربانه واباركه، لكن الحاجه الانفيزيبل اللي انا مش شايفها لكن مآمن ان انا باخدها الجسد والدم. في الزواج بقى الحاجه الانفيزيبل اللي انا مش شايفها اللي هي ايه؟ ان احنا الاثنين واحد. احنا بنطلع واحد ولا بنطلع اثنين؟ فيزيكلي بنطلع، لكن احنا الاثنين واحد. لو انا مش فاهم دي الايجو هتخش. يعني هي المشكله اصلا روتد ان انا مش فاهم يعني ايه جواز. مش هو ده موضوعنا يعني، بس انا اخش في موضوع اللي احنا هنختلف فيه ان شاء الله يعني. فالاول عشان يعني يعني يبقى في الجراوند اللي هنبني عليه المناقشه، ان علشان انا اقدر اقول سوري لازم اصلا الغي الايجو، وعشان الغي الايجو لازم افهم الجواز المسيحي صح. علشان افهم الجواز المسيحي صح لازم انا وجوزي نعرف ان احنا واحد، انا ومراتي واحد، لان انا ومراتي انا وجوزي احنا الاثنين بنمثل المسيح والكنيسه. هل كان في كرامه بين المسيح والكنيسه؟ ده في فليب 2 كده يقول لك اخلى ذاته واخذ شكل العبد واطاع حتى الموت موت الصليب. طب انت بتعتذر على ايه يا رب؟ ما هو ربنا بقى هو العريس، زي ما القديس يوحنا المعمدان قال من له العروس فهو العريس. العريس هو المسيح والعروس هي الكنيسه. مين اللي غلط، الكنيسه ولا المسيح؟ اللي غلط الكنيسه. لكن مين اللي ابتدى الصلح؟
المسيح بكل اتضاع أخلى ذاته وأخذ شكل العبد. ليه؟ لأن مفيش فرق، أنا مصلحتي من مصلحة الكنيسة والكنيسة من مصلحتها من مصلحتي، مفيش فرق بين إحنا الاتنين واحد. فلو أنا فاهم الجواز صح ما فيش حاجة اسمها إيجو، في احترام يعني definitely لازم في respect، بس في فرق كبير جدا بين respect وإيجو. الريسبكت مش معناه كرامة، احنا ساعات بنلخبط الاتنين دول مع بعض. الريسبكت او الاحترام مش معناه الكرامة، الريسبكت ده 100% ده احد الاعمدة الثابتة اللي ما تتزعزعش في اي علاقة. مفيش احترام مفيش علاقة، لكن في فرق بين الاحترام وبين الايه وبين الكرامة. طب ايه اللي احنا نتكلم فيه النهاردة؟ هنتكلم في موضوع كده جميل اسمه فن الاعتذار. فن الايه؟ الاعتذار. حد ممكن كده يقولوا لي ليه او ايه الاعتذار ممكن بيبقى مش مقبول؟ يس، مفيش تنفيذ، وعود فاضية. يعني empty promises that's one of the things انا اتكلم فيها. ايه تاني؟ ساعات بنعتذر بس الاعتذار ده ما تعيد لنا. بقول تفضل مايك. مش مناسبة، حلوة كلمة مش مناسبة دي، دي اللي هنتكلم عليه النهاردة. actually ان زي ما في يعني languages of love في languages of apology. اوكي، مش كل واحد تنفعه خلاص بقى سوري، ما انا قلت سوري، دي ما تنفعش كل حد، في ناس بتبقى لازم هنتكلم يعني. ف sometimes the way sometimes it's empty promises زي ما انت قلتي. ايه تاني؟ ليه الاعتذار مش مقبول؟ في نفسه مش شايف نفسه غلطان، ده مش هيعتذر اصلا، ده يعدي الموقف. So it's not genuine. That's another problem هنتكلم فيها كمان شوي. It's not genuine. هقولكوا على حكاية. حاضر هاني، هقولكوا على حكاية وبعد كده نسمع هاني هيقول ايه. قداسة البابا شنودة الله يناح نفسه كان معروف عنه الحكاية دي. كان لما حد يجي لبابا شنودة، بابا شنودة يقول له حاجة حصلت، فالبابا شنودة يقول له، فدايما طبعا انت قدام البطرك اول حاجه هتقول ايه؟ اخطيت. البابا شنودة ما بيعديهاش، يقول له اخطيت في ايه؟ انت عارف انت اخطيت في ايه؟ انت ليه بتقول اخطيت؟ فتلاقي الواحد بقى مش عارف يتكلم بقى، بيروح في حتت غامقه جدا بيطلع منها بالعافيه يعني. قدام البطرك بقى، لما البطرك يقول انت عارف ان انت بتقول اخطيت، فاكر الدنيا هتمشي ما خدش باله. كانت معروفة عن قداسة البابا، وأنا شفتها بيرسونال يعني كذا مرة لما كان بيجي يزور أوروشية كده. فما يعني فكان يجي حد يقول أخطيت، يقول له أخطيت ليه؟ أنا بقى ببقى بالنسبة للشخص ببقى أصلي له في سر يعني. في وضع عايز أقول لكم يعني لا يحسد عليه، بس هو ده الصح، إن لازم الواحد يكون سو ده جينيون يعني. أوكي، مهني. لا، هنا كنت أسأل سؤال. هو في حاجة اسمها اعتذار مش مقبول أصلاً؟ يعني أنا مثلاً مختلف مع أوتسك، فأوتسك يعني شايف ان انا عملته غلط وانا شايف ان اوتسك عملته غلط، اكيد ده ما حصلش يعني ولا هيحصل. لا، بيحصل كتير قوي. انا اسف عامه يعني. فانا جيت لاوتسك واعتذرت. ممكن الطرف اللي هو يعني تم الاعتذار ليه يبدا حديث، هو شايف ايه المشكله، لكن هو يقول لا انا مش قابل الاعتذار وخلاص. انا شايف ان دي حاجه يعني اولا احنا نتكلم يعني. بس انا وانت يعني لا بلاش، انا ومراتي يعني، خلينا انا تفرق بقى، دي تفرق لان انتوا الاثنين عارفين يعني بعض كويس. انا رحت واعتذرت يعني مثلا، تقول لي لا مش قابل اعتذارك. ممكن لان انليس ان انت عارف لغه الاعتذار بتاعتها. هقول لك ليه، ان انتوا الاثنين عارفين بعض كويس، فهي عارفه جواها whether you mean it or not. يعني ساعات في ناس بتعتذر and they don't mean it، بس هما بيعتذروا عشان مش عايزين نكد، مش عايزين دراما، تقضية واجب، اديني قلت عملت اللي عليا قدام ربنا، ريحت ضميري، هو كده ما دار ما يعني بس. طب تعالى هنا كده يا بيتر عشان في خطر عليك. هو انا معنى سؤالي بس، معنى سؤالي حاجه تاني. شور.
اصل احنا هنا بنتكلم في يعني في الراجل او واتيفر يعني السباوس اللي بيعتذر وبن يعني هو جاي يعتذر وبنقول له لا الاعتذار ده كمان ليه سيكونس معين. مفروض ان احنا نتكلم في الناحيه الثانيه برضو اللي بيقبل الاعتذار ده المفروض يقبل بسهوله يعني ده المره الجايه بقى قبول الاعتذار ده المره الجايه. بس انا ممكن اقول حاجه زيك انا I appreciate ان انت جيت apology so you can appreciate the apology بس you can say I don't know especially في زي ما مثلا زي ما مارو بتقول في pattern ان انت you've been promising empty promising يعني انت عملت الحكايه دي قبل كده. حتى احنا بنقولها لاولادنا كتير يعني هو انت بتعمل اللي انت بتعمله في الاخر تقول انا اسف. فاحنا نفسنا ساعات مش بنقبل الاعتذار احنا ساعات بنعملها لان في pattern ان ان انا قلت لك هعمل كذا وكذا انت قلت كتير وما عملتش. كم مره قلت لي مش هتقول كده تاني وقلت. كم مره قلت لي مش هتروح الحته دي ورحت. كم مره قلت لي هقطع العلاقه دي وما قطعتش وهكذا. فطبعا بالpattern دي اللي قدامك صعب ان هو يترست your apology. Does it make sense؟ فدي بتحصل واحنا ساعات بنعملها يعني احنا اولادنا يعملوا مصايب يقول لك انا اسف فانت اول حاجه تقول له ما انت مش كل حاجه تعملها وتيجي تقول لي اسف ما هو بيعتذر لك. فدي طريقه من عدم قبول الاعتذار. بس اتفضلي يا اسف. ايوه اتفضلي انا بقول لك اتفضلي اهو. اه لا هو بيعتذر اعتذر يا عم اسف. صح ابسولوتلي انا كنت اكشن المده احد البوينتس. شو تفضل تفضل المسيح طلب مننا ان احنا نحاول ان احنا نتشبه بيه. فلما بنيجي نعتذر وبنيجي نطلب الغفران ربنا ما بيقعدش معانا يوم واثنين وثلاثة عبال ما يقول لنا مغفور الله خطايانا. فانا شايف طالما فين هاني يعني هنا فانا شايف طالما انا رحت واعتذرت عشان ده شغال انا شايف طالما رحت واعتذرت ومن قلبي فعلا لو اللي قدامي اداني مش هارد تايم او اداني وقت علشان خاطر افكر واشوف بس يبقى كان عندي حته الحب من جوه لسه فيها بقى يعني حبه كده جابس عايزه تتغطى وتتظبط عشان اقدر اقبل اي طبعا هو المحبه. بص المحبه بص هي المحبه تستر كثره من الخطايا صح انا معاك بس زي ما بقول بس زي يعني انا هجمع الاتنين. ساعات احنا بنعتذر بس مش بنطبق اللي بنقوله فمن حقهم وذر هو هي او هو يعني انا الطرف الثاني من حقه ان هو يفقد الثقه واخد بالك maybe you mean it بس you mean what you say it بس you don't apply what you say. الحاجه الثانيه اللي انت قلتيها دي هامه جدا جدا. في فرق بين انا غلطت مثلا ايه ان انا نسيت اتصل بيكي في وسط اليوم دي غلطه لا تطال غير ان واحد مثلا يعني كان في علاقه وهو مخبيها او في علاقه وهي مخبيها دي غلطه ودي غلطه بس ما اقدرش اساوي دي بدي. فما ينفعش اللي انا هقول سوري هنا هي نفسها اقول سوري هنا انا مش هعمل هنا تاني هتعدي اوكي لكن انا مش هعمل كده تاني لا ده في حاجات كتير جدا لازم نتكلم عليها قبل ما نقول سوري. ففي حاجات حسب الايه حسب التسامح ده هنيجي يعني ممكن التسامح ده موضوع تاني بس انا مش عايز يعني التسامح ده يعني ندخل الاثنين في بعض. يعني انا عايز اتكلم ازاي نعتذر. اوكي اولا نعتذر ولا لا دي احنا عديناها. احنا لو فعلا مأمنين وعندنا معنى الجواز الصح المسيحي انه المفروض مش يبقى فيه مشكله خالص عند اي حد او اي واحده ان تقول اي ام سوري لو شايف ان انا واحد مع اللي قدامي. اتفضل مايك. بالنسبه للمشكله
الاعتذار ما يبقاش مناسب، مش اللي هو مش قابل اعتذار، بس انا يعني لو في مشكله حصلت معايا دلوقتي اصلا مش عايز اتكلم، انا عايز اقعد ساكت لحد اما انا اروق بعدين ارجع اتكلم. بس اكنولج تمام بقى مع الزوجه، لان هي لما بيحصل مثلا في مشكله هي لازم عايز تتكلم دلوقتي، طب انا ده ومش عارف ايه، فاعتقد هي مش قابل اعتذار. انا فاهم اللي انت بتقوله مايكل، ودي ليها حل. يعني هي لما مثلا هي قالت اسف للراجل، انا ام سوري انا غلطت مش عارف، الراجل نيدز تايم، which دي طبيعه الراجل. لو حد لو حصل دي مع مراته وجت بتقول لي كده، at least I will appreciate thank you for coming I appreciate ان انت you took the courage وقلتي وكده، وانا قابل وكل حاجه بس مش قادر اتكلم دلوقتي، كان ممكن اتكلم later، بس على الاقل I acknowledge ان اللي قدامي عمل efforts، acknowledge ان اللي قدامي يعني اهتم واهتم بيا وجي قال انا اسف. دي لوحدها محتاج ان احنا نقدر دي ون acknowledge دي، لان احنا لو ما قدرناهاش مش هتحصل تاني. طب ما شو بتفرق، ما انا بروح اقوله مش بيعبرني، مش بيسأل فيا، زي ما قلت زي ما قلتش، طب ليه اعمل effort تاني؟ so at least ال effort دي تقدر. الناحيه الثانيه العكس بقى، دي احنا يعني I think that's a communication skills احنا اتكلمنا فيها قبل كده، ان لما حد يقول انا I need time out for myself that time out المفروض يعني to be granted. يعني لما الراجل يقول انا مش قادر اتكلم دلوقتي، بس برضو it depends، احنا I think اتكلمنا في الموضوع قبل كده، ساعات احنا بنقول ايه، انا مش عايز اتكلم دلوقتي، انا بتنرفز وخلق في مناخيري مش عايز اتكلم دلوقتي. اوكي طب انا لو قلت كده، طب ما اللي قدامي ده انت مش بتدي يعني مساحه ان اللي قدامك يفهم فيه ايه. وساعات بنقول ايه، طب احنا مش قادر اتكلم دلوقتي، طب نتكلم امتى؟ لما اهدى. طب امتى هتهدى؟ كمان يوم يومين شهر شهرين 10 سنين. ف دي بتكوز انسكيورتي عند الست كده بتفيل مفيش سكيورتي، طب هيتكلم امتى؟ طب هيفكر ازاي؟ طب هيطلع لي بايه بقى لما يتكلم؟ طب القرار هيكون ايه؟ فاحنا بنسيبهم في حته كده فيري شيدي، بيبقوا قلقانين جدا. لكن لو سيد لايك اي اندرستاند ذات وي نيد تو توك ويل توك تومورو مورنينج مثلا، في تايم لاين وحطينا فريم، ذاتس ذاتس كويس. انا ذاتس كويس، ده حلو خالص. انا بتكلم في بعض الحالات ذاتس وات نيد. يعني مش دايما، نعم ما عشان كده بقول في بعض الحالات يعني مش ذاتس نوت. فالاحسن طبعا لما حد يكون مش قادر يتكلم، الطرف الثاني ما يضغطش عليه يتكلم. احنا اتكلمنا في الموضوع ده اي ثينك مور ذان وان تايم. لما يجي الزوج يقول انا مش قادر اتكلم، الزوجه بليز جيف هيم ذا سبيس، بس من حقك تقولي هنتكلم امتى، ولازم يديكي تايم فريم. ده لازم، ده الكومبرمايز بقى. لكن لما يجي الزوج يقول انا مش عايز اتكلم وسيبيني براحتي، الوقت ما اتكلم لا طبعا that's not fair. اوكي شو ده موضوعنا برضو. خش بقى في الارتس اوف apology، هما 5 points هنتكلم فيهم بسرعه، وكل point ممكن نتكلم ايه فيها يعني نتناقش. يعني لغه من لغات الاعتذار بيسموها كده expressing regret، يعني ان الواحد يعبر عن ندمه. simply اللي احنا بنقولها I'm sorry. Okay. And when you say I'm sorry, that means you regret what you did. بس على احنا زي ما قلنا قبل كده it depends على how big the situation is. Okay. في فرق مثلا ان انا زي ما قلت لكم وانا ماشي في السكة نسيت اتصل بمراتي، or عدى مثلا فالنتاين داي اسبوع من بكرة by the way hint علشان الناس لو ناس يعني. Okay. فا it depends، أنا نسيت الفالنتاين داي، غير مثلا أنا في حاجات مش بقول عنها financially، أنا بساعد ناس من ورا مراتي أو بساعد ناس من ورا جوزي، دي غير دي whatever يعني I'm trying to get life يعني life daily examples. يعني ففي حاجات يعني كلمة I'm sorry مش هتفرق فيها، مش هتنفع. انت في حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها قبل ما تقول ايه، ما تقول I'm sorry. Okay. فدل ال expressing regret. I feel sorry. I am deeply sorry. This is the level one. Oh, by the way, level one ده بتبقى صعبة كتير جدا جدا عند ناس كتير قوي.
كلمة I'm sorry دي بتاخد كتير قوي زي معاد القلب بالذات عند الرجالة، يعني ان هو يقول I'm sorry، وده مش صح. لان اجين لو انا فاهم الجواز كويس فيش فرق بين الراجل والست. If anything لو انا فاهم الجواز صح وعارف ان انا كراجل انا المسيح والست هي الكنيسة، حتى لو هي اللي غلطانة مين اللي يبتدي الصلح؟ الراجل. طبعا الرجالة مش بيحبوا يسمعوا الكلام ده، بس يعني ده دي مسؤولية من مسؤوليات الرجالة يعني. نعم ليه؟ عشان انا برمز للمسيح، انا المسيح اللي في البيت. المسيح لما جاء اعتذر عننا كنا احنا اللي غلطانين، كانت الكنيسة هي اللي غلطانة، لكن مين اللي ابتدى الصلح؟ المسيح. فالراجل كممثل للمسيح حتى لو الكنيسة مراته هي اللي غلطانة هو اللي يبتدي الصلح برضه. بس طبعا انا مش بقول معناها ان الكنيسة ما تبتديش، لا طبعا الاثنين، بس لو الدنيا تأزمت قوي وكل واحد بيقول لا هو اللي غلط هو اللي يعتذر هي اللي غلطت هي اللي تعتذر، المفروض ان دي مسؤولية الراجل ان هو يلم الموضوع زي ما بيقولوا بالعربي كده وينشيت يعني. مش سنسير، بس هيبتدي هاني يعني احسن ما تسيب الفجوه توسع يعني، يلموا كده يتكلموا لغايه لما، بس ديفينتلي دي هاف تو ادريس ذا ايشيو يعني، لما الموضوع كده يتكلموا يوبن شانلز اوف كوميونيكيشن على الاقل يعني، كل واحد باخد له هو اللي غلطان. انا على فكره دي كتير بتحصل، هو اللي ابتدى لا هي اللي ابتدت، او انا اللي قلت كده بس انت اللي خليتيني اعمل كده. فدي هنجيلها كمان شويه. ف اتس اوكي ان الواحد يقول I'm sorry، مش غلط ان الواحد يقول I'm sorry ويعتذر، مش غلط خالص. فيها مشكلة في دي كلمة sorry دي؟ ده level 1. هل كلمة sorry دي مقبولة لكل الناس هنا؟ ليه لا؟ مين اللي قال لا؟ ليه يا مارو؟ انا مش ده اللي انا السؤال بتاعي يعني قبول الاعتذار ده هنجيله المره الجايه يعني. احنا انا بتكلم بس انت، انا عارف النقطه اللي انت بتقولي عليها، بس انا بتكلم is it okay for everyone here to say sorry. اوكي okay. next time بقى نتكلم is فضل. بحس انه في لا في ناس بيبقى عندها مشكله في كلمه سوري، يعني بيبقى مثلا يعني ممكن ما بتتقالش سوري، معلش غصب عني حصل كذا، ما دي جايه يعني هي ما بتطلعش قوي I'm so sorry يعني بالمعنى السريع يعني معلش ما صح، ما دي لسه جايه ما انا لسه هنتكلم في I'm sorry. يعني I'm sorry ده includes ايه؟ اول حاجة includes admitting your guilt، يعني I'm sorry I said this. اوكي انا I am sorry ان you felt bad when I said this، يعني انا I'm sorry ان انا I hurt you، انا اسف ان انا اذيتك او انا اذيتك، انا اسف ان انا قلت الكلمة دي قدام الناس، انا عارف ان دي ما كانش مفروض تتقال في الوقت ده، انا اسف. عارفين انا عايز اقول لكم حاجه، هي اول طلعه 2 3 كده تبقى صعبه، بس بعد كده نتعود. احنا بشر يعني، لا يعني هي الايجو ده اللي احنا قلنا عليه من الاول that's always there، لكن لما تيجوا على الايجو بتاعك مره 2 3 صدقوني اللي بيعتذر على طول ده ضميره بيرتاح، انت هتحس براحه ضمير هتخليك بعد كده تتعود او تتعودي ان انت بسرعة او انت بسرعة تعتذري، لان ده بيدي راحة ضمير. قول له قدامك ده قبل ما قبلش دي حاجة تانية، بس انا كاعتذاري انا ريحت ضميري، انا كده قلتها genuinely وقلتها meaningfully وانا كده ارتحت.
في الاول بيصعب عليا نفسي، وساعات في ناس بعد ما تقول انا اسف تعيط لان انا جيت على كرامتي. اجين ده مفهوم الجواز. لكن لما نعملها مرة اتنين تلاتة ونحس براحة الضمير، هتلاقي الانسان ايه، الانسان مبسوط من جواه. طبعا it's not right ان انا ايه، زي ما يعني دولاجي كانت بتقول it's not right ان انا اقول انا اسف انا قلت كده بس انت اللي عصبتني، ده مش اعتذار. وفي ناس كتير في الاعتراف تقول كده، ابونا انا بغضب كتير بس هي بتعصبني، او انا بغضب كتير وبضطر اغلط في الكلام بس هو اللي بيعصبني. excuse yeah. فده مش صح، that's not a good apology. حد كان عايز يقول حاجة هنا؟ مارو كنت رافع ايدك ولا؟ كنت عايز اسأل لحد قدسك سؤال. هو لو انا او اللي قدامي اتحط في موقف وبيقول سوري عشان بس الموضوع يعدي، هل ده من جوه من جوايا او من جوه اللي قدامي المفروض يبقى حاسس ان هو كده ساتسفايد، ولا المفروض ان الواحد ما يقولش سوري غير لما يحس ان هو من جواه فعلا هو مش عايز يعمل كده تاني وهو غلطان، او يتناقش مع اللي قدامه هما الاثنين يوصلوا لحل واحد عشان يعرفوا؟ ما احنا ممكن نكمل، ما هي كلمه سوري دي اتس نوت ذا اند اوف ذا كونفرسيشن. يعني لما حد يجي يقول لي سوري، اجين اكنولدج ذس، يعني اهم حاجه ان اللي قدام اللي بيقول سوري اكنولدج، عشان ده توك ا لوت اوف كورج ان الواحد يجي يقول اي ام سوري. فده has to be acknowledged whether from the man to the lady or from the lady to the man. بعد كده ممكن اقول طيب الموضوع ده هيتكرر تاني، هل ممكن نتفق على حاجة عشان ده ما يحصلش تاني؟ Do you really mean what you say؟ ف it's okay ان احنا نكمل عليها. يعني انا مش عشان sorry بقى خلاص the end of the conversation. It's okay ان الواحد يتكلم على الفيلينج بتاعه. يعني ممكن لما حد، لو واحدة بتيجي بتقول لي I am sorry، قالها I appreciate اللي انت قلتيه بس انت عارفة قد ايه دي وجعتني، فإتس اوكي ان انا اتكلم على الفيلينج دي بتاعتي، مش معناها ان خلاص قال سوري يبقى اكتم بقى ما تتكلمش تاني. بس بدام قال سوري خلاص ده تسامح، بس التسامح مش معناه ان انا ما اتكلمش على الفيلينجز بتاعتي. I need to express my feeling علشان ما تحصلش تاني. Is that okay؟ فكلمة سوري دي مش معناها that's the end of the conversation. بس يعني في ناس كده بتفتكر I'm sorry يلا بقى قومي بقى حضرينا الاكل. يعني shift from كده لكده على طول، يعني ما ده ما ينفعش. That's not what we mean. لا ما دي هو مش هيمنع اعتذر وكان شيء لم يكن، ماشي ده مفهوم، بس هياخد قد ايه وقت الطرف الثاني علشان يقبل او يعني يرجع الامور للوضع الطبيعي؟ لا دي برضه نقطه، يعني هو زي ما ده مقبول ان هو طبعا مش هيتغير في لحظه ده، بس برضه الموضوع يبقى ليه يوم اثنين. لا المفروض ما ياخدش ده لونج، نو ات شودنت تيك ذات لونج. يعني بتفضل لاجينج قبلنا الاعتذار احنا الاثنين، بس مثلا انا او فضلت مثلا قلب وش مثلا. لا ما دي بقى ممكن تقلب بخلاف لان خرجت من حاجه دخلت حاجه ثانيه. اصل احنا لو عملنا كده دي معناها ان انا اي ديد نوت فاليديت الاعتذار، يبقى ايه فايده الاعتذار؟ يعني اصل انا لو الزوج راح للزوجه وقال ام سوري ان ده حصل، I know that I hurt you. It's not going to happen again. وهي قبلت and they hugged her out وكده. وبعد كده لسه مبوزين. طيب هعتذر ليه تاني بعد كده؟ فلازم الاعتذار ده يكون validated بالقبول. يعني هو يبقى اللي بيvalidate الاعتذار ان الدنيا بتمشي. يمكن مش يعني مش lovey dovey زي يعني كانت before، بس على الأقل في يعني في communication. طب نعمل activity مع بعض، طب نطلع ناخد شاي مع بعض، طب نتكلم، يعني until we get there but it shouldn't take that long. غير لأن احنا ما عملناش كده الاعتذار هيفقد قيمته. أنا ليه اعتذر تاني بعد كده؟ لو أنا باجي اعتذر وكل مرة بعتذر بتاخدي يومين تلاتة على بال ما ترجع، طب خلاص أنا كده كده زعلانين بقى، ما كده كده تاخد يومين تلاتة يعني بالظبط. يعني it's not worth it بقى. بعض الاعتذار بيبقى مش مستعد، الواحد بيقدر يرجع نورمال على
بس يقول communicate communicate زي ما كنت بقول لمايكل communicate الحتة دي يعني لأنه أنا because if I don't communicated يعني قدامي بقى طب أنا إيه لازمتها لكن لو أنا مقدر الاعتذار أهم حاجة أنا بكررها تاني أنا مقدر الاعتذار بس وأنا I love you so much بس يعني give me time give me until tomorrow and I'll be give me بس غد بكرة الصبح أنا نام وهصحى زي الفل that's okay بس communicate علشان الواحد إيه ما يبقاش يا إما الزوجة سايبة الزوج في shady place or الزوج سايب الزوجة في shady place we communicate على الأقل في expectations يعني الواحد ما يبقاش يضرب أخماس في أسداس ويفترض الأسوأ الحاجة التانية برضو يعني زي ما قلنا في النقطة رقم اتنين it depends على situation انت ايه اللي كان مزعلها او ايه اللي كان مزعلك and by the way طبعا اللي انا بقوله ده غير ال reconciliation that's a whole different topic التسامح احنا قلنا قبل كده التسامح الفرق بينه وبين التصالح ايه ان التسامح محتاج كم شخص شخص واحد نو تسامح شخص واحد بس التصالح محتاج ايه اتنين كمان التصالح مع النفس دي حاجه تانية لكن التصالح بيني وبين زوجي يعني هديكوا يعني سيناريو يعني هوبفلي مش موجود وسطينا يعني لو كانت غلطه مثلا الزوج ان هو ضرب مراته عنده ايشيو في الغضب وغضب وشتم وضرب هي سمحت بل هل من صالح البيت ان الزوج يرجع على طول البيت ولا لازم في مثلا كلاسز بقى ريهاب حاجه زي كده قبل ما يحصل التصالح بالذات لو ده بارن بيحصل لازم يبقى في لازم في مانجمنت كلاسز انجر مانجمنت الموضوع ده بيهيفير فانا عايز الموضوع جه بقى لحاجه زي كده لا يبقى ده محتاج تظبيط الاول يعني انا قصدي الاعتذار في ده هيتقال والتسامح هيعطى لكن التصالح sometimes it's not safe ان يحصل right after what I'm trying to say ان عشان انت كنت بتسال تاخد قد ايه ده depends على الغلطه دي كانت ايه يعني انا نسيت عيد جوازنا انا نسيت اجيب هديه في الفالنتاين ولا انا عملت حاجه كبيره جدا اتفقنا عليها من زمان ما نعملهاش فدي هتفرق يعني تعليق صغير على الحته دي يعني هوفلي طبعا ما يكونش في حالات ضرب بس الابيوز ان جنرال ممكن يكون اخف من يعني ممكن ما يكونش في وسطنا يعني وممكن طبعا يكون بيحصل هنا اتس بوسيبل بس انا قصدي ممكن يبقى السرل عن الضرب ممكن يبقى الزوج ابيوسيف ايموشنالي بالكلام Yes. يعني في الاختلاف يحصل أبيوس يبقى يستخدم كلام جارح قوي أو تستخدم كلام يعني في حدة وغلط في الكلام في الديسأجريمنتس فده that's equal للضرب يعني مش Absolutely. لازم الأبيوس يبقى physical بالضبط yeah. ممكن يبقى mental emotional والكلام الجارح ده صعب إن الزوجة مثلا أو الزوج خلاص انا هو فليب سويتش وخلاص انا زي ما كل الزوجات يعني هنا قالت اتس وي كان ديسجري بس في طريقه في الديسجريمنت اللي احنا ابسولوتلي وي كان اجري تو ديسجري بالظبط ده بيسموه كونفليكت ريزولوشن هاو تو ريزولف ا كونفليكت يعني بالظبط فالابيوز ده مش زي ما قلتك بتقول مش يعني طب ما هو انا كل مره هيحصل ديسجريمنت هسمع كلام او هتسمع كلام جارح قوي كده وانا المفروض او هي المفروض تنساء immediately بعد كلمة I'm sorry لو اتقالت يعني yeah. that's another thing that's another thing abuse لان ايه again لو احنا بصينا على مفهوم الجواز عمر ما المسيح بيقلل من شأن الكنيسة ولا الكنيسة بتقلل من شأن المسيح يعني هو صدقوني هو كلنا لو احنا كلنا فهمنا مبدأ الجواز في المسيحية هنتصرف صح فلو الزوج بيهين الزوجة او الزوج بتهين الزوج برضو دي معناها ان انا مش فاهم الجواز صح عمر ما المسيح هيهين كنيسته ولا الكنيسة هتهين مسيحها لكن بتحصل كلنا طبعا كلنا بنغلط لكن الواحد يتدارك هذه الاخطاء وايه ويموف اون عشان ما ناخدش وقت كتير تاني حاجة after expressing regret we have to accept responsibility يعني في فرق بين I'm sorry
وفي I'm sorry because I was wrong. القرار ده كان غلط، الكلمة اللي أنا قلتها ده كان غلط، المكان اللي أنا روحته ده كان غلط، الإنسان اللي أنت قلت لي ما أقولش ما أصاحبها ورحت صاحبتان وراك ده غلط، كون أنا نسيت عيد ميلادك أو عيد ميلادك أو عيد جوازنا ده غلط وهكذا. فالواحد بيقول I'm sorry and take responsibility، يعني بيسموها ownership. Own it. You have to own it. ما تعلقش زي ما ده من زمان خالص كده، لما الإنسان أخطأ وجي ربنا قال له آدم أنت أكلت، طلع مين في الآخر غلطان؟ لا مش حواء، يا ريت حواء، ربنا قال له المرأة اللي أنت اديتهاني، يعني أنت اللي غلطان من الأول. أوكي؟ فطلع ربنا هو اللي غلطان. طب ده يعني إيه اللي اعتذر في كده؟ He did not own it. He did not take responsibility. المفروض كان يقول أيوة يا رب أنا غلط وعصيت وصيتك وأكلت من الشجرة اللي أنت ما قلتليش عليها. ده الاعتذار الصح. نعم؟ وأخطيت. ده المفروض الاعتذار الصح. لكن المرأة اللي أنت اديتها يعني ربنا غلطان وحواء غلطانة، هو ملوش دعوة. هو كان في حاله كده وجات عليه كده يعني. ليه ساعات الواحد بتبقى دي صعبة؟ يعني بيستسهل يقول سوري كده من تحت درسه لكن ما يقولش I'm wrong. بعض الدراسات بتقول ايه؟ ان ساعات الواحد وهو في التربية وهو من صغره، ساعات الاباء والامهات علشان دي كير، بس دي كير ان wrong way، يعني دايما يطلعوا الولد او البنت ايه؟ انت غلطان، انت غلطان، انت غلطانة، انت غلطانة، انت غلطان، اللي انت عملته ده وحش، انت ما جبت ليه بي، ما جبتش ايه، يعني whatever achievement they have in life يعني it's not acknowledged, it's not enough. فالراجل او الست لما بيكبروا بتبقى دي في ذهنهم. طريقة التربية by the way بتأثر كتير جدا جدا على اللي بيحصل بين الازواج والزوجات، مش موضوعنا بره. فلما يجي الواحد يقول انا مسوري، مش عايز يقول I was wrong، لأن back in his or her mind ده بيأثر في السلف استيم اللي باظ من زمان، اللي أنا يعني حاولت على قدر ما أقدر إن أنا أبان إن أنا عندي strong self esteem بس هو بايظ بطريقة التربية اللي أنا خدتها. فساعات الناس بتبقى مش قادرة تقول I was wrong علشان من جوه كلمة I was wrong دي سمعتها كتير قوي وأنا صغير، فالسلف استيم بتاعي متدهور، فأنا مش عايز أي حاجة تاني. تعمل إيه؟ نعم؟ تأكد الكلام ده كده كأنك في دمل وانت بتدوس عليه، فمش صح يعني. ده لو دكتور يعني، لو مش دكتور هيبوز منه. فا if you don't know how to do it يعني let's not. في فرق كمان بين I was wrong and I am bad. في فرق بين I was wrong و and I am bad. إيه الفرق بين الاثنين؟ It's a character. Yeah. فمش مطلوب مننا نقول I am bad. يعني ساعات الواحد بيقول لك انا عارف انا وحش، انا عملت دي وانا وحش. لا، انت مش وحش، انت انسان كويس جدا، انت انسانه كويسه جدا، بس كلنا بنخطئ، مفيش حد فينا بيغلطش. مش معنى ان انا بغلط معناها ان انا وحش، دي للغلطان والمغلوط فيه. يعني مش معنى ان جوزك او زوجتك غلطت او غلط معناها ان هم وحشين. احنا كلنا ولاد ربنا وبنات ربنا، لكن we have weaknesses، فينا ضعفات. ففي فرق بين اقول I am sorry I was wrong غير I am sorry I know I'm a bad person. لا، مش مطلوب كده، مش عايزين. المطلوب ان الانسان يكون عنده very strong self esteem، مش غلط يعني. فيبقى اول حاجة I am sorry، تاني حاجة I was wrong، تالت حاجة how can I make this right، اللي بيسميها بقى making restitution، ان الواحد يعمل ايه؟ يعالج الموقف. هفترض مثلا ان ايه، ان احنا رحنا عزومه
اوكي الزوج والزوجه رايحين عزومه عند بيت اهل الزوجه اوكي انا بس ام ميكينج سيتويشن يعني طبعا هي دخلت بقى دخلت شافت بابا وماما واخواتها واصحاباتها وخاله وخالته مش عارف ايه نسيت الاستاذ اللي كان جاي معاها وهم داخلين البيت تجاهلت الموضوع خالص اوكي وبتاكل وبتشرب ما بتسالش بقى هو بيتكلم مع مين ما بيتكلمش مع مين شاف يعني المفروض ان هي راح عند عائلتها that's her comfort that's old comfort zone الراجل يزعل وما يزعلش يزعل وما يزعلش ما يزعلش من قال ما يزعلش ليه يا ماما ليه ما يزعلش ليه ما هو معاها تنسي شعبك وبيت ابيك خالص ايوه يا شباب yes it does depend I think it depends on the husband's comfort level with the wife's family يعني هو لو comfortable معهم كتير it's okay ان انا اسيبه واتعامل بس لو هو مش comfortable ما ينفعش ان انا اسيبه وعيش حياتي طيب هزود حاجة على situation الزوج anti-social وما يعني مش بياخد قوي على الجو ده هي اللي غلطانة ولا هو اللي غلطانة اوكي I'm just creating a situation علشان نتناقش فيها لكن لو اتعملت عند اهلها هي مش سامع طب انت واخده ابنهم برضو متجوزاه يعني لكن بقى لو نفس الموقف ده ليه هو دي مشكله كبيره ليه بقى دي بقى ده موضوع تاني يعني يا ريت نكتبه يا شريف ده لازم الدبل ستاندرد دبل ستاندرد ذاتس دبل ستاندرد لا بس اللي هو لازم طبعا ياخد باله منها وهي داخل عند عيلته ما يسيبهاش كده ويروح يقعد مع عيلته كلها ويسيبها هي عند الباب طب استنى هولد اون يا جماعه احنا بس ايه لا ما هو برق وهي تاخد بالها منه صح لا انا معاك مش معاها ميران خالص في الموضوع ده يعني. ده اسمه دبل ستاندرد بس ده موضوع ده شريف يا دبل ستاندردز يا اشمعنى يعني الست تتسمع بس الراجل ما يتسمعش انا الست اتسمع الست دبل ستاندرد اكتبها لي دي يا شريف تفضل يعني correct me ابونا if I'm wrong بس I think الغرض من الاكزامبل اللي حضرتك اديته ان هو يعني هي شافت ان هو اتضايق مثلا او هي مش مكمل فهي يكونوا قبل ما يخشوا متفقين يا اما مثلا لو هي شافته متضايق بيبداوا يعملوا اللي هو ال apology وازاي ان هما بيبداوا يتكلموا مع بعض عشان حتى ما كملتش thank you شفت مش مديني فرصه اكمل thank you هو ده was exactly my point يعني بعد ما ده يحصل الزوج زعل اوكي ليه حق ملوش حق ده هنشوفها بعدين يعني اوكي بس المهم زعل فالابولوجي المفروض ايه المفروض ان هي تتدارك طبعا وتقول له I'm sorry I was wrong that I left you alone how can we make this right نعمل ايه المره الجايه زي ما انت قلت بقى طب المره الجايه كويس يبقى فبأول حاجة I'm sorry تاني حاجة I was wrong acknowledge ownership تالت حاجة how can I make this right نشوف نحلها ازاي وبعد كده الواحد بقى يقدم يعني repentance بينه وبين ربنا يعني في صلح بينك وبين زوجتك بينك وبين جوزك بس يبقى في repentance بيني وبين يعني ربنا وبيني وبين نفسي
دي دي مهمه جدا. فالحاجه الرابعه بقى احنا قلنا I'm sorry I was wrong how can I make this right. رابع حاجه I need to change. الريبنتنس معناها ايه؟ ان احنا نعمل الصح. في فرق بين I apologize and I don't change when I really apologize and I really work on it. ماخدين بالنا؟ يعني هديك سيناريو تاني. I hope ان انا مش بدوس انا يعني هفكر كده تاني. سيناريو برضو يعني زوجة ما بتحبش ان جوزها يروح على قهوة. اوكي؟ لكن هو راح. واخدين بالنا؟ لكن هو راح. وراح من وراها. وصاحبتها طبعا صانعة الخير جوزها كان هناك وجي قال لها فهي عرفت وطبعا قال لها دي صاحبتي لازم اقول لها. ازاي سايبة جوزك هناك؟ انا عارف ان انت ما بتحبوش ان هو يروح الاماكن دي، ده انا شفته. يعني في ناس كده تقول تصنع خيرا. اوكي؟ دي بيسموهم صناع الخير. فاللي هيحصل ايه؟ المفروض ان هو he has to take the ownership زي ما اتفقنا. I am sorry. Yes احنا اتفقنا على كده. I was wrong. And I need to change. ده بقى اللي ريبنت ان انا لازم اتغير. ان انا يعني لان من حق مراتي في السيتويشن ده ان انا اديها سيكيورتي. ده مش هيحصل تاني. ان عيالنا مش هيتربوا على كده. ان عيالنا هيطلعوا شايفين بابا مش بيعمل كده زي ما اتفقنا. لو احنا اتفقنا من قبل كده ان مفيش مشاكل بابا عادي اوكي. يعني بابا اوكي. واخدين بالنا؟ فحسب اللي اتفقنا يعني. فدام احنا اتفقنا على حاجة وبعد كده ما نفذناهاش لا يبقى مش صح. ولو اديت promises ده اللي انت قلتوها قبل كده، لو اديت promises وبعد كده I don't apply them ده بقى empty promises. دي بتخلي الاعتذار بعد كده مش مقبول. ده احد الاسباب ليه ساعات الاعتذار بيبقى ايه؟ مش مقبول. okay. يبقى اول حاجة I'm sorry. تاني حاجة I was wrong. تالت حاجة How can I make this right? رابع حاجة I have to change. اخر حاجة Please forgive me. Request forgiveness. احنا بنتكلم سواء من الراجل للست او من الست للراجل. اوكي؟ يعني ده احنا بنتكلم على ال ways of عارفين زمان لما احنا كنا صغيرين كده لما ماما تزعل او بابا يزعل كنا نقعد نعيط Please قولي خلاص you're okay. صح بيعمل كده. ساعات اولادنا وبناتنا يعملوها معانا كده خلاص لا قول ان انت خلاص you forgive me. قول ان انت you're okay. قول ان انت هتلعب معايا. قول ان انت خلاص يعني هتاخدني زي ما اتفقنا. فعايزين حاجه تو ايه تو اشور ان انت you forgive ان انت قبلت. فاتس اوكي ان احنا في الاخر بعد ما نعتذر نقول خلاص بقى يعني please will you forgive me. دي طبعا دي بقى ده ايه بقى احنا بنعصر الايجو بقى على اخره يعني. اوكي بنجيب اخره خالص يعني. عارفين زمان كان في مصر يقول لك ايه اخذ الشيطان. تفتكروا الترم ده؟ هو احنا كده بناخذ الشيطان. لو احنا ما عملناش كده والايجو كبرت الشيطان بقى بيلاقي له سكه كبيره جدا جدا في ايه في وسطنا. مش هتطول عليكم بس دي الانسان لما احنا لما بنقف كده في القداس كل شويه بنقول له ايه كيري ليسون. كلمه كيري ليسون دي يعني ايه يا رب ايه يا رب ارحم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. في غفران وفي قبول غفران. بس لو الاعتذار ما جاش بالطريقه دي ساعات بيبقى مش جينيون. ساعات بيبقى غير مقبول او ساعات بيبقى في lack of trust. فيبقى احنا اللي قلناهم خمس حاجات. اول حاجه I am sorry. تاني حاجة I was wrong. تالت حاجة How can I make this right. رابع حاجة I need to change or I have to change. خامس حاجة Please forgive me. اوكي سهلين يتحفظوا بس مش سهلين يتعملوا. I agree 100% انا معاكو. لكن again زي ما الاول نقطة قلناها بقى لو انا فاهم مفهوم الجواز صح المفروض ان ده كله مبقاش صعب علينا خالص. And it's a process. أنا مش بقول إن ده إحنا تكلمنا عليه النهاردة بكرة هنطبقه. أوكي؟ مش كل واحد يقول لتاني بقى لأ أبونا قال بقى إن أنت لازم تقول تاخد ownership. أنت عارف بتقول sorry ليه؟ يعني مش هنمسك زلة على بعض يعني. بس give yourself a chance to grow مع بعض
in the right way of apology. هنتكلم على الforgiveness والمصالحة دي مرة تاني, وهنتكلم على double standards دي مرة تالتة مش هنفوتها دي أبدا. Sure. هو دي الوضع انه لو حد غلط والتاني اتغلط فيه واللي غلط فاهم انه هو غلط فمحتاج انه يعتذر. طب what if انه موضوع لا يعني فعلا الاتنين مش شايفين نفسهم غلطانين, او حد شايف ان دي حاجة مضايقاه والتاني شايف ان دي حاجة, زي مثلا موضوع القهوة ده, انه حد مثلا الرجل شايف انه it's fun ان انا اقعد على القهوة دي حاجة fun وانا بتبسطني, وهو وهي شايف ان دي حاجة هي مش حباها, فازاي يعني هي دي الفكرة, يعني مش بيبقى اعتذار قد ما اني فكرة انه انا مش مقتنع بوجهة نظرك ان انا ما اقعدش على القهوة, وفي نفس الوقت انا شايف ان ده لا يليق وكل اشياء تحل بيه لكن ليس كل اشياء توافق. السفيرز القهوه بس في اختلاف في الراي. yeah. يعني مثلا يعني عايز ابسط قوي, مثلا انا عايز ادهن الحيطه دي ازرق وهي عايزه تدهنها احمر, ما فيش صح وغلط هنا, يعني ده ذوقي ده ذوقها, بس مثلاً مش مفروض يبقى في غلط اصلا في حاجه زي كده. بس انا مش حاجه تعتذر عنها, يعني انا متضايق, انا قصدي ده مثل بسيط طبعا, بس انا قصدي ما فيش غلط هنا, يعني الاثنين صح, لو ادهنت احمر كويس لو ادهنت ازرق كويس, بس انا مثلا مش عاجبني اللون ده, انا فعلا هرتاح للون التاني, في محبه وكل حاجه, بس انا عشان ما خدتش الذوق بتاعي او اللي انا عايزه فانا متضايق, او هي ما خدتش رايي انا اللي اتنفذ فهي متضايقه. مثل تاني, انا مثلا عايز ادرس صيدله او جيت اعمل معادله وسقطت مثلا في الامتحان كزوج كذا مره, ومراتي شايفه ان لو انا مثلا درست سي ال اس الطريق اسرع وهعمل فلوس بطريقه اسرع, طب فين الغلط؟ ما هو الصيدله كويسه, انا عارف ان انا مش شايف نفسي غير في صيدله, وهي شايفه ان انا لو خدت الطريق الاسرع ده هبتدي اساعد في البيت اسرع, بس انا مش شايف ان انا اقدر اعمل سي ال اس, انا مش عايز ابقى سي ال اس, انا عايز ابقى صيدلي. طب مين الصح ومين الغلط؟ هو بس دي هتكريت زعل جوايا كزوج, ان مراتي مش شايفه ان انا عايز ايه, وزعل جواها هي, فاحنا الاثنين زعلانين يعني. طب انا هقول حاجه, بس هو الامثله دي غير يعني ده في حد اتاذى وفي اعتذار, اوكي, ده اختلاف في الراي, ودي بتحصل في البيوت. لا, ما هو الاختلاف في الراي, يعني مصمم ان هي لازم تحصل. ما هو في اول حاجه لازم نتفق عليها. طب خلينا اجاوب على دولاج الاول. انا في المثل ده قلت الاول ان هم متفقين الاول, يعني هي الزعل مش ان هو راح المكان ده, whatever the مكان is, هو الغلط ان انا كان في حاجه احنا اتفقنا عليها وانت ما تمسكتش بيها, او انت ما تمسكتش بيها. يعني هي الحكايه ممكن تبقى هما في ناس عندهم الحاجه دي عادي, يعني في ناس عندهم كده, فهو الغلط هنا مش حكايه بقى ان لكل الاشياء تحل لي ولا توافق والكلام ده مش هيجي, لان هو احنا متفقين على حاجه, فالغلط ان هو ما تمسكش باللي اتفقوا عليه. هتفق معاكي ان هو بقى يعني في غلط حصل وان هي زعلت, انا ممكن ان احنا نختلف في الراي ده زي ما بقول, فانا ممكن اعتذر عن الفيلينجز, يعني I'm sorry I hurt your feeling, or I'm sorry I hurt your feeling, من الزوج للزوجة او الزوج للزوج للزوجة للزوج, لكن ممكن نتكلم بقى في الموضوع, بس ممكن اعتذر عن ان انا I hurt you, يعني ممكن مش الاكت نفسه, يعني انا عملت كده وانا مقتنع ان انا عملته صح, بس انا اسف ان انا جرحتك, انا اسف ان انا جرحتك, ما كانش قصدي خالص, انا عملت كده غصب عني مش عشان اجرحك او مش عشان اجرحك, بس نتكلم في الموضوع بقى, نتفق, ده لو ما كانش فيه اتفاق, لكن لو في اتفاق الموضوع سيتلد اوريدي, احنا متفقين وتوعدنا وخلاص دان ديل. لكن لو احنا مش متفقين وهو راح من وراها فاكر ان ده حاجه مش هتزعلها, فهيجي يقول انا اسف جدا ان انا جرحتك, مش اسف ان انا عملت دي, ما يبقى دي نتكلم فيها بقى.
لو مش عارفين يتفقوا الحاجة الكنيسة بتقول نذهب للكنيسة. يعني انت تروح تعاتب وما ينفعش بين الزوج والزوجة، مش هينفع نجيب واحد تالت، هنجمب للرقم تلاتة نروح للكنيسة وبعد كده نبقى. طب حد هم رفعوا ايديهم الاول هنا، هو كان هو الاول بعد كده انت. طب انا عارف هو اللي رفع ايده بس مش مهم، انا اللي هتكلم الاول. دبل ستاندرد يا شريف اكتب. بحس انه فكره I'm sorry I hurt your feelings is a very passive apology. It means I'm not convinced I'm wrong. I'm just sorry that you're upset. ما انت برضو مش عايزاه يعتذر عشان يقول غلطان وهو مش مقتنع. في الحاله دي لو هو لو لو مثلا لو انا مش لو حد مش مقتنع ان هو غلطان بس الطرف الثاني مقتنع ان هو غلطان، يعني نحل البوينت دي ازاي؟ ما انا بقول لك الاول نعتذر، يعني الاول ابين انا مقدر. I care about you. انا مقدر ان انت يعني you're hurt. على الاقل انا قدرت دي، انت غلطانه مش غلطانه او هو غلطان مش غلطان دي نتكلم فيها، بس على الاقل I love you and I care about you وانا I acknowledge ان انا اللي انا عملته ده غصب عني جرحتك. I'm sorry. بس نتكلم في الموضوع بقى ونتفق نحاول. لكن لو هو قال لك انا عارف ان ده غلطان، هو انت ديب داون عارف ان هو مش غلطان، ما هو كده he's not genuine. يعني it's not a genuine apology. انت مش عايزه كده برضو، انت عايزه يقول هو مقتنع. ميك سنس؟ اتفضل. انا يعني انا كان التعليق بتاعي كان على التو اكزامبلز اللي هو الحاجات اللي هو ممكن فعلا تعمل مشكله وما فيهاش حد غلطان، زي مثلا بالظبط زي مثلا الـ احمر او الاخضر او في اختلاف في حاجه زي ما في فيها كذا حل، فيها كذا حل فحلقي مثلا. بس هو بس هو بس هو ابونا دي حقيقه. بس هو ابونا قال مثلا حاجه في الاول، قال لك ما هو قد انت هتروح انت تعتذر لها. لا 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 ما قلتش كده، مش قصدي، لا انا كده هيستنوني بره. مش قصدي لا مش قصدي مش قصدي مش قصدي بالمعنى ده، بس قصدي ان انت هتلم الليله لو الموضوع كبر. يس بس هو هي دي البوينت اللي انا قصدي. انا بعتبر ان دي مسؤوليه الراجل. يعني لا بص اقول حاجه بيتر، هو ده موضوع يعني اختلاف في الراي دي. بس هو اول حاجه المفروض ان الاختلاف في الراي زي ما في مصر كنا بنقول لا يفسد للود قضية. فدي بدام لا يفسد للود قضية مفيش apology مطلوبة، لا انا غلطت فيك ولا انت غلطت فيها. فالمفروض ان احنا اختلفنا في الرأي، ودي بتحصل في كل البيوت اللي كل واحد وكل واحدة فينا مفروض يفكر فيه، هو ايه الاهم، سلام البيت ولا رأيي انا اللي يتنفذ بالظبط. هو ده بقى ده اللي كلنا بنقع فيه، هل سلام البيت اهم ولا رأيي انا اللي يتنفذ هو الأهم. لأن أنا أقول حاجة بس، دايما لازم نبقى فيه معادلة، في حاجة أنا بضحي فيها بيها قصدي، وفي حاجة أنا بكسبها. لو اللي أنا بضحي بيه أكبر بكتير من اللي أنا بكسبه it's wrong. يعني أنا وبضحي بسلام البيت علشان رأيي يتنفذ، أنا كده خسر كتير جدا أكتر من اللي أنا كسبته، يبقى كده المعادلة ماشية غلط. again that has to do with the ego. واخدين بالنا؟ ده في حكاية البينتينج أو الصورة دي تتحط هنا، ما تصورة نعمل الأوضة دي هنا ما نعملش الأوضة دي، نجيب الفاين ده ما نجيبش الفاين ده، whatever يعني. لكن في حاجات كتير بقى فيوتشرستيك مثلا فيها بقى يعني ناخد الشهادة دي ولا مش الشهادة دي، دي لو احنا اختلفنا طب بصي ايه رأيك نتكلم مع حد عنده more experts في الحتة دي، فيبقى احنا كده compromise لا رأيي ولا رأيك، ايه راح نروح عند حد عنده خبرة في المجالات دي ونسأل، واللي هيقولوا عليه نمشي. لكن مش هصمم على رايي ولا هيتصمم على رايها برضه. بس في الحاله دي يعني في الاكزامبل ده انا مش شايف نفسي ان انا اقدر ادرس سي ان اس، انا عايز ابقى صيدله بس، انا هو ده اللي عملته في مصر، انا شايف ان ده هو ده اللي انا بحبه، ومراتي شايفه ان لو انا ما عملتش كده البيت مش هيبقى فيه سلام، لان احنا ممكن نبقى بنعمل فلوس اكتر يعني هيبقى في سلام في البيت اكتر، وهو شايف ان هو السلام في البيت لما انا اشتغل الشغلانه اللي انا عايزها
وهجيب فلوس eventually يعني بس انا مش هقدر ادرس هي لسه. هو انت اخترت مثال هو انت انت اخترت يمكن مثل في ايه ده اختيار انت اللي هتذاكر فده اختيارك انت الشخصي بس اللي احنا ساعات هي الطريقة بتاعتنا بتبقى ايه فولجر شوية like انا اللي هذاكر وانا اللي هعمل وانا مش مرتاح لدي وهعمل كده مش انت اللي هتذاكري فلو سمحتي ما تضغطيش عليا اوكي مالكيش دعوة تطلعي منها انت انت ليك عليا ان انا في اخر الشهر هيبقى عندك amount of money والبيت يبقى ماشي تمام لا وممكن برضو الطريقة اللي هي تتكلم بيها تقول له ما انت كل مرة بتخش بتسقط فتحبطه ده كده يعني لكن لو قلنا مثلا ايه احباط برضه لان هو ابسولوتلي مفروض يعني كوركني برضه ابونا اف ام رونج بس المفروض العلاقه ان هو يعني انتوا الاثنين يو ار سبورتنج ايتش اذر ليفتنج ايتش اذر اب كلنا محتاجين فلوس وكلنا يعني لو قلت عكس كده هبقى انا يعني مش عايش في الدنيا بس اون ذا اذر هاند برضه انت واحد ليه هدف ومفروض تشجعه عليه عشان في الاخر الفلوس هتيجي بس ما حدش يعني لو هو لو هو لو هي شايفاه او هو شايفها مثلا بتتعب او بيتعب وبيعمل اللي عليه ربنا ما وفقوش مثلا ان هو ما بينجحش بس هو قادر ان هو هيز دوينج هيز بيست مش قاعد اللي هو انا سقطت خلاص انا قاعد بقى مش عامل حاجه ومش عامل سي ال اس ومش عامل الكلام ده كله هي طريقه الدليفري طبعا من الاثنين يعني انا بص بير يعني ايه لو انا مكانك لو ميرال جت يعني بفترض المثال اللي انت قلته يعني قالت كده هي المشكله عندنا ان احنا ايه بنصمم على رأيي وبنسى validating the other's opinions يعني احنا بنبص لإيه هي جاية بحاجة مختلفة على اللي انا عايزه لكن مش ببص الفيلينجز behind it هي she cares about the house she cares about the well-being of the house هي بتقول كده علشان she cares فالمفروض قبل ما تختلف وافق يعني ايه يعني على الأقل وافق على ال common ground ميرال I appreciate ان انت you care I appreciate ان انت عايزه البيت يبقى في وضع مرتاح I appreciate ان انت عايزه تشوفيني انسان ناجح لكن انا كشخص مش عارف اذاكر دي بس اوعدك ان احنا في يوم من الايام مش هخليكي محتاجه حاجه فانا قبل ما اختلف وافقت يعني هو احنا بنبتدي بالايه بالعكس بقى احنا بنبتدي باختلاف لكن لو الواحد ابتدى بالتوافق قبل الاختلاف الدنيا تبقى احسن شويه لكن احنا دايما بنبص ايه لا هي بتقول لي ايديا غير اللي انا بفكر فيها خالص لازم بقى اوقفها عند الحته دي عشان ما تحلمش بس مش هو ده الهدف الهدف سلام البيت اكزاكتلي فهي دايما احنا بنعمل كده دايما بنختلف قبل ما نوافق لكن لو وافقت قبل دايما هو في كومن جراوند في اي اختلاف لازم في كومن جراوند الارت بقى بتوع الزوجين ان هما قبل ما يختلفوا يلاقوا الكومن جراوند ده ابريشيتد فيرست وبعد كده يختلف انا يعني انا عايز اسامرايز بس عشان اتاكد ان انا فاهم صح يعني انا المفروض ابدا واقول اوكي اي سي يعني طبعا كتير اباوت مي فاليديتنج دي بيج كتير اباوت مي عشان كده انت بتقولي لي روح ادرس سي ال اس لان انت شايفه ان انا عندي البوتنشال ان انا اقدر ابقى سي ال اس عظيم يس بس اجين ممكن مثلا اسمع كلام انت عندك مثلا تونل فيجن مش قادر تشوف ان الصيدله مش ليك وانت مش شايف الصح فين يعني انت لو تفتح دماغك شويه هتشوف ان السي ال اس ده عظيم وانت هتبقى حلو انا شايفك حلو فيه لا بس انت يعني انت مش شايف اللي انت مش عارف عن نفسك اللي انا عارفه بس انت مش شايف انت عندك تونل فيجن ومش شايف في سي ال اس كتير هنا يا جماعه على مؤاخذه انا بحب السي ال اس عارف ايه لما تيجي تقول لك انت تعبان لا انا مش تعبان لا انا شكلك تعبان يا ستي انا مش تعبان لا انت تعبان عامل لك حاجه يا ستي انا مش تعبان لا انت انا شايفه ان انت تعبان بالظبط كده يعني لا بس انا مقتنع بحاجه يعني انا صيدلي برضو بس انا مريت لا انا مش بالسي ال اس لا يعني انا مريت بولموس نفس التجربه بس ما كانتش التجربه ان هو الديسكشن بيني وبين مراتي عم نعمل ده ولا ما نعملش ده بس هو انا مؤمن ومقتنع اقتناع تام ان هو لو دخلت المعادله وكذا مره وبسقط فيها والكلام ده كله
ربنا في الاخر انت يعني اقعد ذكر بس هو هتلاقي ربنا فتح لك سكه ممكن سكه رابعه غير السي ال اس وانت مش عامل حسابك عليه انت فاهم ده مثلا اللي حصل معايا ربنا فتح لي سكه انا عمري في حياتي ما كنت افكر ان انا اخشها يعني هو تاب كمان ولا صيدله لا المفروض بقى يعمل سي ال اس بص اقول لكم انا مش عايز اعطلكم بس الساعه 8 عشان في ناس قاعده مع التشيلدرن يعني يس نسمع بليز نسمع اتكلم عن نفسي او يمكن في يعني بنات كتير من اللي قاعدين ممكن يتفقوا معايا في الموضوع ده ان الساعات واحنا بنتخانق سهل قوي ان الواحد يثرو ذا بليم اون ذا اذر اتس ايزي بدل ما انا اقول اي اون ات انا اي ام رونج اتس ايزي قوي ان انا اقول انت كنت غلطان او انا عملت كده ا كونسيكوينس بيكوز اوف يور اكشنز اتس ايزير تو ثرو ذا بليم بس بحس ان الست لما بتكون هي غلطانه وهي اللي غلطانه فعلا بتبقى محتاجة قوي احتواء من الراجل بتبقى في الوقت ده بتحس قد ايه هي انسكيور في الموقف نفسه فبحس ان يعني بذكاء من الراجل انه يعني احتويها حسسها ان هي هي غلطانة وهي عارفة ان هي غلطانة بس شي سو انسكيور ان هي ممكن تكون عايزة تقول برضو بس هي يعني حتة ان انت غلطانة وافضل اشاور وكده ده بيتعب جدا فهي ممكن احتواء من الراجل هتيجي لسوري وفي نفس الوقت لما هو برضو يساعدها ان هي تقول سوري ده بيدوب التنشن بعد ما الخناقة بتخلص فترة الجاب لما يرجعوا تاني بتبقى اقصر بكتير قوي من ان انا انت عايز تسمع سوري طب انا اسفة سبت الاوضة ومشيت هل انت ده اتس نوت ساتسفايد خلاص نو طبعا اوف كورس انا حسيت ان انا مرتاحه لا بس الكلمه اتقالت فبحس ان هي ات وركس يعني لما حد يقول سوري للتاني هي شغل الاثنين بيشتغلوا عشان ده يطلع الاوت كام يطلع فبالتالي بتدوب التنشن بعد كده ده اجين ده قبول الاعتذار بس اللي انت بتقولي 100% رايت الاحتواء ده حاجه جدا جدا والاحت صح يعني الاحتواء ده فاي اجري وذ هير سي دبل ستاندرد تاني شفت يس اللي هو يعني انا لازم احتوي مراتي انا اقول لكم هقول لكم عشان الواحد منهم يبقى زعلان والثاني يسيبه كده يا هقول لكم ايه حلوه خالص في سفر الامثال يقول لك الكلمه اي ثينك الكلمه الطيبه او الكلمه ينبوع حياه يعني هو يعني احنا لما نيجي نعتذر لبعض لما حد يجي يقول انا اسف اتس اوكي ان انا اقول It's okay. كلنا بنغلط. It's okay. إن شاء الله هنتفق. إن شاء الله ده ما يحصل ثاني. ربنا يعني يحافظ على سلام البيت. It's okay. أنت بتغلطي. أنا أغلط. نشجع بعض. The right relationship is when you bring the best out of your partner. This is the right relationship. We lift each other up. زي ما أنت قلت كده. لكن لو في relationship I'm putting each other down, that's not a very healthy relationship خالص. The right relationship is we're lifting each other up. I'm making or I'm getting the best out of my partner, not the worst out of my partner. فإتس أوكي إن لما واحد يجي يعتذر خلي بالنا إن اللي بيجي يعتذر ده بتاخد يعني مجهود كبير جدا mentally وemotionally علشان هي تعتذر أو هو يعتذر. عشان كده أنا عمال أكرر أقول acknowledge this. Whether you agree or you don't agree, acknowledge this. طبعا مع الست الاحتواء غير مع الراجل مع الست الاحتواء ان انا اطبطب عليها احضنها ان انا يعني اقولها طب حقك عليها طب معلش اتس اوكي كلنا بنغلط ومع الراجل برضو كده ما تزعلش نفسك ما احنا كلنا بنغلط اتس اوكي you're a great guy you're a great man فانت بتعمل حاجات كتير للبيت يعني acknowledge this فالكلمات الحلوة دي زي ما مرات بتقول بتخلي easier للواحد ان later on تاني بعد كده لو حاجة حصلت تاني اجي اعتذر لكن when I make it very hard لما يجي واحد يعتذر او واحدة تعتذر واللي قدامه بقى يعني هي دي بقى فرصتي بقى نتمعن بقى في الموضوع ما تحصلش كتير بقى نعلمه درس او نعلمها درس كده مش يجي يقول اسف تاني
it's not going to be happening easier again. خلينا فطبعا الحاجات دي محتاجة حكمة. في أول نقطة قلناها لو أنا عارف إن أنا ومراتي واحد، أنا وجوزي واحد، كل الحاجات دي هتبقى سهلة إن إحنا نعملها. أوكي أجين ده to be continued. بعد كده قبول الاعتذار والforgiveness and reconciliation that's a whole different topic، بس نبتدي بدي. ولو هي صعبة علينا نطلب من ربنا، نقول له رب ادينا الاتضاع، يا رب ادينا الحكمة، يا رب اديني ان انا افهم يعني ايه جواز، يعني ايه انا ومراتي واحد، يعني انا وجوزي واحد، يعني ايه نحافظ على سلام البيت وما يهمنيش رأيي انا بس. any questions؟ عشان مش عايز اعطلك اكتر من كده. رامز ما قلتش حاجة، انت قول بس، انت تحت امرك يعني. مستني ليه؟ اه الغدا اعتذر وكل حاجه بس تاكلونا انا ابيع يا باشا ابيع. صدقني يا ابونا بيتغدى تحت اي وضع، تحت اي وضع، يعني تحت اي وضع، يعني قصدك قول الاكل حلو او وحش بياكله برضو يعني ولا؟ ما هو لازم، هو اصل الجسد ده وزنه، فهو بيعمل كده عشان خاطر دي وزنه يعني. ربنا يحافظ عليه. to be continued ان شاء الله. المره الجايه نتكلم على قبول الاعتذار، التسامح والتصالح ان شاء الله. ده المره الجايه بنعمه ربنا. نكتفي بكده. في اي تنبيهات؟ شريف، مينا، عادل؟ احنا الاول بنشكر ابونا مينا على المواضيع.